الولد التافه وقعنا بورطة. شو؟ هالسوارة يلي بإيد أليشا حط فيها قطعة خطيرة بيشغلها إمتى ما بده. معقول؟ خطيرة؟ بعرف، مسكني رح وقع. وجهاز التحكم تبعها حاطه بجيبته، كان عم يهددنا إذا بنخبر حدا رح يكبس الزر ويقتلنا، لهيك ما قدرت خبرك. وبنتنا عم تتعذب بسبب هالمجرم اللي قدامك. اجتني فكرة أربط إيده مع أليشا حتى ما يعمل كارثة، لأني بعرف إنه جبان ما بيسترجي يعمل شيء. لك أنت شو هاد؟ طلعت اللعبة معقدة أكتر بكتير مما كنا مفكرين. خلينا نروح من هون، ما سمعت في قطعة خطيرة بالإسوارة؟ رجلي ما عاد حملوني، ما بدي تصير كارثة ونموت كلنا بترجاك. خلينا نطلع أخي. ما رح يصير شيء. ليش مرعوبة؟ استنوا لنشوف شو آخرتها. هالبنت مجنونة عن جد. نهايتك على إيدي فيكرانت، ما حدا رح يقدر يقتلك. لا فيكرانت، اتركوا. بنهي حياة بنتك بكبسة. فيكرانت لا. ستي فيكرانت حاطة طبعا خليك عائل لا تعمل شو عم يسوي هاد. خطيرة بعده. رجعي ستي رجعي. جدان شو قلتي عني؟ ضعيف وجبان؟ اليوم رح ورجيكن كيف بتكون الشجاعة بمعناها الحقيقي. لا فيكرانت لا، ما بتعرف شو ممكن أعمل فيك إذا بتأذي لأليشا. اهدي شوي، بس حابب ورجيكم فيلم رعب. لا فيكرانت لا. فيكرانت شو عم تعمل أنت؟ ما في حدا يروح يوقفك، حرك. جدان أنا ما بدي موت. تعملي أي شي مع هذا الزلمة المجنون، خلصوني منه. الكارثة رح تصير قدام بترجاكي. ايه مزبوط كلامك، أنا مجنون. شو رأيك اكبس على الزر وخلينا نموت مع بعضنا؟ لا لا فيكرانت لا تنزل وبلش. لا لا بترجاك. لا تي فيكرانت خلص. فيكرانت قلت لك لا. انتبه اوعك تعملها. واحد يا بنتي عرفتي. طلع ما صار شيء، نحن لسه عايشين. أليشا انت منيحة؟ صار لك شيء؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.